مين؟ فريحة افتحي، هي أنا بنتي. فريحة عمتي؟ أنا جاي بدي أحكي معك. تفضلي يا عمتي. ليكي بنتي، انتي هربتي ورحتي ورجعتي. طيب رح أسألك سؤال، انتي رجعتي لأنك غلطانة؟ انتي معترفة انك غلطتي بحقنا وبحق محمد، ما هيك بنتي؟ ما عملت شي يا عمتي. ضليتي 3 أيام مع الزلمة بنفس البيت وما عملتوا شي، ما هيك؟ ما صار شي من اللي انتي خايفة منه، لا تخافي. احلفي على المصحف. شو؟ إذا حابة ترجعي على البيت، وإذا حابة إنه يرجع يرضى عليكي أبوكي، وإنه أنا عمتك ساندك مرة تانية، احلفي على المصحف إنك نظيفة. يعني أنتو رح تثقوا فيني إذا أنا حلفت؟ ما إلو أي أهمية سبب هروبي وليش؟ وإنه أنا وأمير ما لمسنا بعض، وإنه أنا نظيفة، بس بهي الحالة بستحق إنكم تسامحوني، ما هيك؟ ليك يا حبيبتي، بنتي ارتكبت غلطة كبيرة وحرقت لي قلبي كمان. صحيح إنه جوازة طفى النار اللي كانت بقلبي، بس إذا فتحتي قلبي هلأ رح تلاقي بعده جرحه عم يحرقني كتير. وإنتي كمان بنتي، أنا ما فيني أتحمل إنه ينحرق قلبي مرة تانية، ولا كمان فيني أصخى بأخي يا روحي. بحلف لك إني لساتني نظيفة، فيكي ترتاحي يا عمتي، والله لساتني نظيفة مثل ما أنتوا بتعرفوني. شو عم بيصير؟ أنا راجعة على البيت. شو قصدك بهالحكي؟ بابا قرر إنه يعطيني فرصة أخيرة، ممكن يسامحني. وبعدين إذا نحن حابين نصير مثل عيلة وحدة، هلأ صار فينا نخطي الخطوة الأولى. تمام، يلا لكان إذا أنت جاهزة أنا كمان جاهز. بس أنا لازم أكون لحالي. شو يعني ما نخبره عن زواجنا حبيبتي؟ بس لفترة. يعني انت بتعرف شو قال الدكتور، ما فيني اتجاهل هذا الشيء، ما فيني خبرهم انه تزوجنا مشان صحة بابا. رح ترجعي لعندهم وهنا ما رح يعرفوا بزواجنا، وكأنه ما في شيء تغير بالمرة مثل الأول. ما رح يكون مثل الأول، بكفي انه نحن بنعرف هذا الشيء بس هالفترة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.